إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من إقليم الرحامنة وبالضبط من جامعة حد المحرة. إذن متتبعينا اليوم في هذا المباشر فاجعة اللي كتهز إقليم الرحامنة. إذن واحد المواطن اللي عنده 4 ديال الوليدات اللي تيقول العائلة ديالو أنه بعد ما تلقاو الخبر أنه يعني ميت بأحد الآبار، واللي تيقولوا ان هاد البئر فين لقاو هاد الجثه ديال هاد السيد اللي تتبلغ يعني 87 ديال الامتار. اذا مشاهدينا كما كتشوفوا معنا حزن وسط هاد العائله، فنتمنوا لهاد الهالك الرحمه والمغفره من عند الله سبحانه وتعالى. اذا متبعينا غنخليكم مع العائله ديالو، مع الاب ديال هاد السيد اللي توفى، اللي تيقولوا انه لقوه توصلوا بالخبر ان الابن ديالهم في اعماق ديال هاد البير. السلام عليكم. وعليكم هاك السلام. الشريف، انت الاب ديالو ياك؟ ايه نعم. وعاود لينا كيفاش تلقيتي الخبر ديال ولدك، كيفاش يعني كيفاش خرج من الدار ما رجعش؟ عاود لنا، خذ الميكرو شويه الفوق، ضرب جد. اسيدي ولدي، الحقيقه انا قاعد هنا في الدار. نعم سيدي. ولدي مع الصباح دا واحد البنيه للمدرسه، كنتسناو يرجع، ما فعل مرتو، ما فعل ممو، ما فعل مي انا. كنتسناو الولد باش يرجع السيد لدارو، ما رجعش، حتى جانا الخبر بانه ولدي طاح في الابار. داو غرقنا عليه، ما كيخدمش هو كاع هاديك الخطر، وملي عند بعد داو طاح ولدي، تقطعت بيه الكردة، ما عرفناش قطعها، اش قطعها، قطعتها البونبا، قريبة للطورني، وانا شاهد الامر، شاهدتو، شت الطورني، وشت البونبا في الراكبة جنب الطورني، والكردة راكبة على اليسر، جيت البونبا، ما كون راكبة على اليمن، باهي قد تكون بعيدة بواحد المتر وعلى البونبا. السمطة ما تلحق السمطة، قدر الله، ولكن ملي قدر الله عليهم ما قدر، قنبارك مع اللي صار، جيت طورني، جيت البونبا، كيما هودو السيد بعشرة المتر، داز السمطة، دبحات القنبة، ولدي دا 10 متر ومعاه في الركاب، بقات البقية من 84 متر، وراه عبروها البونبية، ورجال الدراك شادوا الأمر. وهاد السيد الدركي القنبة الكردة بحال هكا دار ليها، قال لي هاد القنبة جديدة، اشنو قطع هاد القنبة، راه تهود 400 متر، 400 كيلو، جوج القلاطر والفوق من السيد، ولكن اشنو قطعها، انا غير دار ليها بحال هكا، عرفت اللعبة، عرفت الحقيقة، ما يعاود ليا شي واحد. دار السيد مازال الدركي رشاد الله سبحانه وتعالى، دار الدراكي مسكين باقي شاد الكردة بحالك، ويزور بحال هكا لطولي، قال لي واش القنبة؟ قال لي سي هاديك جناها سي، كنا بغينا نهودو وما هودناش، وما راه كاين الجيران شاهدين عليهم، جاو داو الكردة، داو قنبة أخرى، وركبوا الطورني، وهودو تحقهم اللي ما دواش معاهم دايرين المرايا باش كيهضرو معاك، بعد ما قطع عليهم السيد الغا. ولدي ديك 74 متر وغادي تيضرب فيها هاد الحيط هذا والبونبا والحديد، مهود المميز 3 متر ديال الما راه عبرو البونبية، تشرب الماء على خاطرو من 10 حتى لجوج ونص، باش يتفقوا اش يقولوا للدراك، واش يديروا، واش يعملوا. وراه قلت حدا الدراك يا مش بالحد، قلت لي هاد الولد كون غير جاو علموني بيه، كون غير جاو علمو بيه هاد الفرخ نخرجو ندفنو، نتحملت انا مع المسؤولية، دفنينو دور القانون، راه بشر، وخلى عائلة، وخلى يتامى، وصبحو مرتو أرملة، ومومو عواقة، وباه فايت 70 سنة مسن، ولا يجدو ولا ينفق إلا الله سبحانه وتعالى. وأنا كنطالب القانون، وكنطالب القضاء، كنطالب حكومة ديال سيدنا طالع على هاد اليتامى، وعلى هاد الأرملة، وعلى هاد المعوقة، والسلام.
إذن إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه الله يرزقكم الصبر إنا الشريف، لله وإنا الله يرزقكم الصبر، الله يرزقكم الصبر. إنا لله هذه وإنا الأم ديالو كما شفتوا مشاهدينا كيقولوا العائلة مداوي الاحتياجات الخاصة، هذه الأم ديال الهالك نتمنى الله يرحمه ويوسع عليه. تفضلي يا ميمتي، كيفاش خرج ولدك؟ كيفاش تلقيتي الخبر حتى قالوا لك راه توفى؟ عاودي لنا. فراسي ما نعاود ولدي خرج مع الصباح دابا نتو للمدرسة، نتسناو كيجي ونهار الجمعة كيضلعها هنا كيصلي ويتوضا يضلعها هنا. ما عرفناش حنا كيفاش حتى داوه هذوك الناس عيطوا عليه، مشى داوه لهذاك البير خدم مشى، حتى حنا حتى جاتنا الخبر كنتسناو يجي حتى جاتنا الخبر.